صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم واحد 61 لسنة 2020 بندب وكيل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جاء فيه المادة الأولى يندب كل الوقت القاضي عيسى سامي أحمد المناعي وكيلا للعدل والشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف